السلام عليكم من جديد عبر هذا اللايف اللي اعلنت عليه واعلنت على الموضوع ديالو، الشيء اللي كيسهل لي باش ندخل مباشرة في النقاش في إطار مواصلة سلسلة ديال التوعية من أجل رفع درجة اليقظة ديال بلادنا وديال الشعب ديالنا لمواجهة فيروس ولا جائحة الكورونا. اليوم خاصة ندخل لواحد الموضوع جد مهم اللي كيتعلق بالسلامة الصحية ديالنا كاملين. اليوم كنا متفقين بأن كاين واحد الكسل، كاين واحد التهاون في الممارسة ديال المهام ديالنا والوظائف ديالنا، وبالأخص كنعني هنا المفتشين ديال المراقبة ديال حفظ الصحة في الأماكن العمومية، في المطاعم، في المقاهي، في جميع النقاط اللي عندها علاقة مباشرة بالصحة ديال المواطنين. ولكن كنقوم منين تنقولوا بان رفعوا الدرجه ديال اليقظه هنا ما تنجيش وتنتزايد، ولا كنركب على الحدث هنايا ترفع درجه اليقظه كنقول على السلامه الصحيه ديال بلادنا، وكنلقى بان كاين واحد الفراغ اللي بغيت نساهم فيه بما لدي من معلومات وبكل تواضع وبكل وطنيه وبكل تفاني وبكل اخلاص. الرفع ديال الدرجه ديال اليقظه بتبين لنا بان كاين مثلا على مستوى الضيعات، ومستوى الضيعات من تنهضر على الضيعات هنا عارفين على الشندوي تندوي على عيد الاضحى، عيد الاضحى هنا ما تنزايدوش. الناس تناولت الموضوع وناقشتوا هذه مده على مستوى ديال الفيسبوك، وكاين واحد ردود الفعل الناس اللي كتدخل في الدين، الناس اللي كتدخل هنا ما كاين لا دين لا حتى شي حاجه. اللي غنعطيكم هو مثلا نمشيو مباشره للحج. الحج اليوم الحج اللي فريضه اليوم تلغى. علاش؟ لان كيشكل واحد الخطر للسلامه الصحيه ديال الانسان، وما كاينش ديك شروط الوقايه بلا ما نبقاو نديروا التاويلات ديال الاشياء. العيد الاضحى الا مشينا من هذا المنظور، العيد الاضحى غير السنه. انا ماشي فقيه غادي نفتي، ولكن غادي نهضر بواحد المنطق. المنطق هو عيد الاضحى الا بالنسبه اللي كيبغيو يفسروه بالدين، عيد الاضحى غير السنه ماشي فريضه. والحاجه الثانيه كاينه واحد الحاله خاصه، وباء كنعيشوه، هو هذاك الوباء لحد اليوم السي دي سي اللي هو اول مركز، كيف ما بغات تكون حنايا داك الشيء النقاش اللي هضرنا على السي دي سي وتا هو الاخطاء اللي ارتكبوا كل شيء، كيبقى هو المنظمه ولا المعهد ولا المؤسسه الاولى في العالم ديال المراقبه الوبائيه. السي دي سي اليوم تتقول بان كاين واحد الخطا ديال انتقال الفيروس من الانسان للحيوان ولا من الحيوان للانسان، الا ان الدراسات العلميه اللي غتاكد وغادا تبحث في هذا الموضوع مازال ما كايناش. وهذا بمعنى ان مثلا معاهد مثلا البيطره ما كنفهمش انا شنو كيتسناو، اشنو تيتسناو اللي مثلا هادو مشاريع بحث، هادو مشاريع بحث اللي عندهم واحد الاولويه قصوى، ان الناس ديالنا والباحثين ديالنا والطلبه ديالنا، وتبارك الله عندنا الطلبه اللي يمكن يمشيو يباشروا بهذا الشكل ديال الابحاث. ومنين تنقول هنا كاينين جوج نقط اساسيه اللي غادي نركز عليها. النقطه الاولى اللي من المنابع اللي خصنا نقصوهم، المنابع اللي خصنا نسدوهم، المنابع اللي خصنا نراقبوهم كما كنراقبوا الحدود. نراقبوهم اولا الكلاب الضاله اللي كدور في الزناقي، والقطط الكلاب والقطط هادوك منابع لانتشار الوباء. غتقولوا لي كيفاش هادوك كيديروا غير 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 في الزنقه؟ كاينين جوج الحوايج. لا، هادوك الكلاب الضاله كيمشيو للمزابيل، كيمشيو للقمامات، كيمشيو لبزاف الحوايج اللي فيهم 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 الوسائل ولا المتلاشيات ديال الانسان اللي ما خاصهاش تمشي مثلا في القمامه، اللي خاصها تمشي في الواد الحار واللي كاين فيها الفيروس، واللي فيها الفيروس. مادام هذاك الحيوان غيمشي تما وغادي غيكون في اتصال مباشر مع الفيروس، كيولي حامل للفيروس. والفيروس ديال الكورونا في القطط والكلاب مؤكد. هذا الانتقال من الانسان للحيوان. اذا هذوك الحيوانات يكون الفيروس اللي ما يكونش، خاص الناس ديال المصلحه ديال الصحه، حفظ الصحه، خاصهم يخرجوا يديروا خدمتهم. ما خاص يبقى عندنا حتى شي كلب ولا قط كيدور في الزنقه. الخطر الثاني هو ان مثلا القطط والكلاب اللي كتربى في الديور تما تيخرجوا، تما يقدر يكون عندهم واحد الاتصال بهذوك الكلاب الضاله. اذا ها هو الانتقال للوباء، هما ولاو مخالطين. ما كاينش مخالطين غير وسط بنادم، هما ولاو مخالطين.
هذا الانتقال من الانسان للحيوان. الانتقال من الانسان للحيوان مؤكد، دابا اللي باقي ما بالظهرش كاينين دراسات قليل، هو الانتقال من الانسان للحيوان. والمثال الاخر ديال الانتقال قبل ما نقفل هذه النقطه ديال الانتقال من الانسان للحيوان، تاكد في حديقه الحيوانات، حديقه ديال الحيوانات لقاو النمر فيه الكورونا اللي عند الانسان، والاحتمالات كلها كتقول بان الانتقال ديالو انه وقع من عامل من العمال اللي في حديقه الحيوانات، انه اللي كان اللي مقابل هذاك النمر، هذاك النمر عاده. واخا من هنا غادي ننتقلوا احنا الضيعات. دابا كيقول لك بان الضيعات، العديد من الضيعات فيهم ناس فيهم الكورونا، وكاين الاحتمال اللي كنعتقدوا بان كلنا حاملين الفيروس، كنا حاملين الفيروس في كلا الحالتين ان في الضيعات اللي كتربي الخروف بالنسبه للعيد الاضحى كاين خطر ديال انتقال اولا من الفيروس من الانسان، من الناس اللي خدامين، من العاملين اللي خدامين في هذوك الضيعات، ولا دوك السراحه اللي تيسرحوا ولا تيرعوا هذوك الغنم، ولا اللي مقابلينهم تيعلفوهم وتيقادوا لهم. هادشي تنهضر معكم في شروط السلامه، بان هذاك الحولي ولا هذاك الكبش كياكل الماكله اللي خاصو، كاينه مراقبه بيطريه، كاينين كلشي، كاع جميع شروط السلام. كيبقى الخطر ديال الانتقال من الانسان من العامل ليه، لان على ما تيبان مازال حنا ما وصلنا لديك الدرجه اننا مراقبين كلشي، كاع المغاربه عارفين اشنا هي الحاله الصحيه ديالهم، واش حاملين ولا غير حاملين. هالخطر موجود، هذه الاولى. الثانيه هذوك مثلا دوك الاكباش اللي عند الكسابه، اللي عند الكسابه وعند الفلاح، دابا نخرجوا من الضيعات المراقبه، الضيعات العصريه اللي عندها البيطاري وعندها كلشي، كاع جميع كاع لاشين كلشي مقاد. العصريه دابا نمشيو عند الكسابه نفس الشيء، الكسابه في بوادي بعيده في قرابه، بسمع وصل لهم الاختبار ديال الكورونا. كنتمنى، انا متفائل، كنتمنى غير عاوتاني تما عند هذوك، راه عندهم تما الكلاب، عندهم كلاب اللي تقريبا بحال دوك الكلاب اللي كدور في الزنقه، اللي ما كتش منهم لا مراقبه بيطريه لا حتى شي حاجه. واش هادشي كلشي وجدناه؟ واش هادشي كلشي راقبناه؟ واش هادشي كلشي خديناه بعين الاعتبار؟ واش هادشي كلشي درنا الاولويات ديالنا خوفا على السلامه الصحيه ديال المواطنين ديالنا؟ ما تنظنش. نكونوا صراحه مع نفوسنا، ياك حنا متفقين اننا كنا مجندين لمواجهه الوباء. بزاف ديال الخدمه اللي ما دارتش، ما مستعدينش لعيد الاضحى. يمكن لي من دابا قبل ما نكمل التحليل ديالي نقول لكم اننا ما مستعدينش، ما تهيئناش كيف خاص. كاين واحد النقص، كاين واحد الكسل، لان هاد المسائل اي واحد يقرا، كلشي عندنا الانترنت، مهما رغم المعلومات ديالي رغم كلشي كندخل كنطل، غادخل سي دي سي غادي تلقى لاليرت، غادي تلقى النشره التحذيريه ديال اخطار انتقال الفيروس من الانسان للحيوان. اذا هنا كنوريكم عاود بان كاين خطر انتقال. فيديو كيدور دابا في الفيسبوك ديال شي سوق اسبوعي من هاد العطلات الاسبوعيه هاد الويكاند، الناس راه الكسف على الكسف في السوق، كيبيعوا الحواله في سوق الماشيه، الكسف على الكسف، ما كيقدرش يدوز، باش تدوز غير من البلاصه هذه ما تقدرش، الناس ملاصقه. فين حنا غاديين؟ هذاك هو الخطر، ردوا بالكم، هذيك هي الكارثه. كلشي كيتنبأ بكارثه جايه، كارثه جايه، كارثه جايه، وهاد الكارثه تقدر تكون عيد الاضحى. انا راه مثلا نبيع حواله، ما عندي فيرما، ما موليني كسابه ولا شي حد ضد الكسابه، انا تنقول لكم ان كاين خطر، كارثه الى ما لغيناش عيد الاضحى. كارثه كبيره غادا توقع علينا، ما عدا الا كانت عندنا القدره والشجاعه ان في هذا الوقت اللي تبقى ان كل حولي تكون عنده الشهاده ديال التحليله ديالو،
والمواطنين ما يشريش الحولين ما دايرش. واخا تما عاوتاني راه كاين واحد الهامش كبير ديال الخطا ان يكونوا دي فور نيجاتيف، ولا يكون قلب شقلب، ولا يكون تلاعبات ديال صحاب الشكار. النقطه الملاحظه اللي غنربط لي نربط بها، ذكرتوا العام اللي فات والعام اللي قبله ونفس الملاحظه حنا شعشناه هنا في امريكا ديال الحوالة اللي تندبحوهم وكيخنزو، ونادو قال لك العلف ما العلف، واخا نديرو حنا المغاربه كيخشوا في العلف، فما بالكم بالناس اللي عايشين اللي كيبيعوا الحوالة هنايا، حتى هما تيغشوا. اذا القضيه ديال الغش في العلف وانهم تيوكلوهم غير الزبل والمتلاشيات وداك الشيء كتبقى ضعيفه، ملي كتشوف نفس الملاحظه كتشوفها في المغرب مثلا، وشفناها في تونس، سمعنا بها في تونس. تونس خرجت دراسه ديال المعهد البيطره في تونس، دار دراسه على هذيك الملاحظه ان اللحم ديال الحولي غير كتذبحو كتعلقو كتسلخو كتعلقو كيزرق وكيخناز وكيخضر داك لو فيغ بلو. داروا دراسه علميه ماشي بحالنا حنا مقابلين الانتخابات. ومادام الملاحظه دارت في عده دول ما تنظنش انها مشكله تاع الف، تقدر تكون مشكلة فيروس، يقدر يكون الفيروس إما كورونا ولا شي حاجة أخرى هي اللي كتخلي اللحم يولي بحال هكذا، لأن داك الشيء ما كانش في الحوالة كاملين غير في بعض البلايص. كيفاش مثلا علف كتعطيه؟ وأنا اللي مشيت مثلا هنا في أمريكا مشيت لضيعة في جورجيا، كلشي حنا خمسة ديال الناس ومع ستة الناس من ديك الضيعة خدينا، خديت قبل حولي ديالي بحال داكشي اللي شاف العديد منكم في العيد اللي جا من مورا ديك المناسبة اللي مشيت فيها، خدينا عاود حنا خمسة ولا ستة ديال الناس وكلنا الحوالة ديالنا بحال هكداك، والعلف باين. هادشي كامل باش كنقول لكم اليوم خاصنا نراقبوا، إما قادرين نراقبوا ونتأكدوا قبل ما نغامروا، وإلا مشينا تغامرنا وما عطيناش أهمية لهادشي تنقول، هادشي تنقول كنقول لكم راه كاينين دراسات علمية وكاين تحذير تيقول لك مازال ما عندناش، إذا ما عندناش خاصنا نمشيو نتأكدوا، إما ننفيو ولا نأكدوا، ولكن راه كاين الخطر مادام شرنا ليها، إذا راه كاين الخطر بأن راه نقاط مهمة. الكسابه اللي باتصال مع 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 كاع الحيوانات والاغنام اللي دابا مهيئين السوق، راه كانت في المده ديال الانكيباسيون ديال الفيروس، راه من جانفي لمارس. كنظن انكم الا مشيتو درتو التيست الاختبار ديال الكورونا للاغنام غادي تتفاجئوا، وهاد النقطه راه ما غاديش نداروا عليها، ما غاديش نتهاونوا عليها. المراقبه ضروريه وخاص المواطنين كاملين ياخذوا هادشي بعين الاعتبار. السلامه الصحيه ديال المغاربه كلها وديال اي واحد باغي يضحي في خطر، ما تغامروش حتى هادشي يبان ويدار عليه دراسه ويتاكد. وهذا ما غيطرى لينا والو، لا بقينا بلا عيد ما غيطرى لينا حتى شي حاجه، ثلاث شهور حنا مسدود علينا وما قدينا والو، وهنا نجيو بحولي ندقدقو كل شيء. غتقولوا لي مال اللحم مثلا اللي كيتباع عند الجزاره وهذا، كنقول لكم عاود كنرجع للمراقبه البيطريه، مراقبه صحه الصحه. نقدروا نظنوا بان في مثلا في الكورنات ولا في المذابح كاينه واحد المراقبه اللي كتغيب، اللي غتغيب في البيوت، لان انت كتمشي تشريها من عند كساب. كساب في عمره واقيلا كاع شافتها البيطاري، ولا تيكون راه كيشوفو كاع ما كيدقول لك، راه كيدقول ليها الماء للحواله. خاصة ملي كتسمع اليوم مثلا بان داك الشيء اللي كيديزانفيكتيو به ولا كيعقموا به في بعض البلايص بانه ما فيهش لو جافيل غير الماء، بان الجافيل تسرق. إذا كيخصنا خاص اليقظة كيف قلت في البداية، اليقظة خاصها تكون درجة حمراء ماشي صفراء ولا ليمونية ولا حمراء.
مره اخرى هذا الموضوع تناولته شحال هذه وبقيت كنبحث فيه، ونتائج البحث ديالي كتبين بان الخطر جد مهم. نشروا الوعي بالتوعيه بيناتنا ونتفقوا، ودوك الفلوس ديال العيد اللي الناس كلها باغا تعيد وهذا نمشيو نعاونوا بهم الناس اللي محتاجين باش نتخطاو الوباء من اجل الوطن، وما نكونوش انانيين. كل واحد كيفكر في راسه وكيفكر في مصالحه وكيفكر في الربح السريع. اليوم كنمروا من واحد المنعطف جد خطير، جد خطير اللي ما يمكنش نخوضوا في كاع الاخطار ديالو، ولكن كنخوضوا في الاخطار اللي تنعيشوها يوم بيوم. كل يوم ملي كنشوفوا الخطر اللي جاينا اليوم حنا تنباشروا وتناقشوه معاكم حبا للوطن. راه ماشي من اجل الاسم ديالي ولا باش نبان ولا باش نوصل ولا باش ناخذ، نحمد الله ونشكره، ولكن كنحس بان على العاتق ديالي واحد الواجب، عندي واحد المعلومات اللي غادا تفيد الناس خصني نوصلها ليهم، ما خصهاش تبقى مخبعه عندي. المهم كنتمنى ان الرساله ديالي توصلت وانها تخاد بمحمل الجد. السلام عليكم.